السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. كيف ما عودتكم دائما مع الوصفات الاقتصادية والسهلة جدا، اليوم غادي نحضر لكم حلوة سهلة بزاف في التحضير ديالها واقتصادية أيضا، وكتجي بنينة بزاف في المذاق ديالها وهشيشة. فنتمنى أن الوصفة تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. في هذه الوصفه غادي نحتاج هنا الكاس مع مرش ديال سكر غلاسي او السكر الناعم، كاس مع مرش ايضا من النشا او المايزينا. بطبيعه الحال الكاس المستعمل هنا هو الكاس ديال العنبه. غادي نحتاج البيضه واحده وخمسة معالق من الزيت النباتيه، وغادي نحتاج ايضا 200 غرام من الزبده اللي تكون في حراره المطبخ وتكون رطبه مزيان. بامكانكم تستعملوا الزبده العاديه او زبده المارغرين اللي بغيتوا يعني تستعملوا على حسب المتوفر عندكم. وغادي نحتاج واحد الخماره، ساشي ديال الخماره وساشي ديال الفاني والدقيق حسب الخليط. ونبداو على بركه الله في اناء وغير بواسطه ديال الملعقه الخشبيه. انا غادي نخدم هذه المره غير بالملعقه الخشبيه مع الزبده اللي طريه جدا ورطبه. غادي نضيف الزبده وغادي نزيد عليها السكر غلاسي وغادي نحاول انني نخدمهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم كيف ما قلت لكم. وغادي نضيف ايضا داك الفاني كما قلت لكم، غادي نخدم غير بالملعقه الخشبيه بما انه الزبده ديالي طريه بزاف ما نحتاجش انني نخدم يدي. من بعد ما كندمج الزبده مع السكر غلاسي عاد كنزيد دوك خمسة معالق ديال الزيت النباتيه. كنستمر دائما في عمليه ديال الخلط، ومن بعد ما كنزيد ديك البيضه ايضا كنستمر كنخلط حتى كنحصل على خليط يكون رطب وناعم بحال الكريمه. من بعد غادي كنبدا نزيد في داك النشا او المايزينا، وكنزيد ايضا الدقيق. اذا ما كانش عندكم المايزينا ماشي ضروري تستعملوها، هي النشا اذا بغيتوا الحلوه ديالكم ولا صابلي ولا اي حلوه تحضروها بغيتوها تجيكم مرطبه هشيشه بزاف، دائما استعملوا النشا في المقادير. فمن بعد ما كنزيد النشا وتنستمر وتنخلط، كنزيد ايضا ديك ساشي ديال الخميره ديال الحلوه او ملعقه صغيره من البيكنج باودر. من بعد كنبدا نزيد في الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع عندي عجينه ما تكونش قاسحه بزاف، يعني تكون عجينه شويه ملسه ورطبه. وهنا غادي نستعمل اليد ديالي باش غادي نزيد نجمع العجينه باش نعرف القوام المناسب اللي خصني نحبس عليه الدقيق. فهنايا العجينه ديالتي هي صافي خدات داكشي اللي تحتاج من الدقيق. كيف ما قلت لكم العجينه ما تكونش قاسحه بزاف. صافي من بعد ما تنجمعها تنبدا نشكلها بالشكل اللي بغيت. بعد ما جمعت العجينه مباشره كتجيب الصينيه ديالي اللي درت لها هنا ورق الطبخ، يمكن لكم دهنوها غير بالزيت اذا ما كانش متوفر عندكم، وتبدا نشكل كويرات بحال هذا الشكل كيف ما تلاحظوا في الفيديو. يمكن لكم تشكلوها باي شكل بغيتو، يمكن لكم تستعملوا الفرشيطه باش تضغطوا على الحبات ديالكم ولا طابع او مرشم على حسب الرغبه ديالكم كيفاش بغيتو تشكلوا الحلوه ديالكم. انا غادي نشكلها على هذا الشكل ديال الكويرات، شكل بسيط وسهل. من بعد ما تنعمر الصينيه ديالي بالكويرات ديال العجين كنجيب بكاس ولا فنجان بحال هكا تندير له شي ديال الدقيق وتنضغط على دوك الكويرات باش ما يجيونيش هكا طالعين بزاف. انا بغيتهم يجيو شويه يعني باش نسطحوهم شويه، هما مازال غادي يتنفخوا بالخميره. من بعد ما تنضغط كاع الكويرات كندخلهم الفران حتى يطيبوا، ما تنخليهمش يتحمروا مزيان يعني غير ياخذوا لون ذهبي خفيف، صافي تيكونوا موجودين باش نزينوهم. بعد ما كتصب الحلوه هذا هو الشكل ديالها. كيف ما قلت لكم حتى تاخذ لون ذهبي خفيف كنجيب شي ديال الشوكولا اللي كندوبو مع شويه ديال الزيت غير قطرات ما نكثرش الزيت، وتنبدا نغطس النص ديال الحلوه بحال هذا الشكل كنزينها بحال هكا. وعندكم نتوما الاختيار كيفاش بغيتو تزينوا الحلوه ديالكم، بغيتو تغطسوها كامله ولا غير النص ديالها. انا غادي نغطس غير النص بحال هكا ونخليها تتجمد صافي، وكتكون جاهزه باش نقدمها.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه او دواز اتاي ديالنا النهار اليوم. حلوه بسيطه بزاف وسهله ولكن رائعه، مع اتاي ولا القهوه كتجي هشيشه بزاف وبنينه. نتمنى ان تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كيف العاده ديروا جيم لافيديو وتشاركوا في القناه ديالي باش دائما توصلوا بجديد وصفاتي. شكرا بزاف بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.